اهدان اخوك طاعون خد الكبدجه تحت جناحه وبعونه هم الجوز جاك طاعون ياد يا نسر ياد ده انت ولادي اللي ما لمستش امهم هي بس المصلحه رشقت علينا جت كده نقول لها لا طب بس رشقت على الضيق دب ايدك ووسعها شويه ده احنا عشره الايام والليالي السوداء سوا طب بس انت اعطيني بعد الوقت وانا وسعها عشان انت والنسر ما تزعلوش انت ياد قاعد بتنبر لي زي ما كنت اشتغلت في كارفور ياد عشت الليل مع الاشكال الوسخه دي ما تلزش وفلوسها شاربه سبيرتو لما عميانه بتطير زي الناس انس ايه المدام يا ريت عملي لسه ايوه نوال ايه يا واد الدخله الناشفه دي وحشتني ملياش حق توحشني يعني ده احنا كنا ولا المتجوزين هاتي من الاخر وارمي اللي في بطنك يا نوال عاوزه ايه عاوز منك ايه يا هيم ولا عوزت منك ايه يعني قبل كده وحشتني عاوز اشوفك وانت ما وحشتنيش ولو في خراب في دنيتي هيبقى من تحت راسك انت جرى ايه يا هيما هو انا كفرت يعني اني بحبك ولا كفرت سلام يا نوال انا مش فاضيلك سلام ومش فاضيلي ليه وراك ايه يعني اهم مني قلت لي عاوز اقابلك وانا قلت لا هنحكي في ايه تاني وانا احكي معاك ليه انا اقوم افتح باب الشقه واخبط على كوريا واحكي معاها واقول لها انك كدبت عليها في حكايه الفرح والهدوم اللي انت مستلفها وانك كل ليله بتطلع تتسحب وما بتجيش غير وش الصبح وشمس ربنا منوره يعني ايه يا نوال يعني تتعادل معايا وانت بتكلمني انا هشوف كده سلومه دنيته ايه وهكلمك وانزل اقابلك امين امين ايوه كده يا نهار اسود كل دي مسجات وانا في الموبايل ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب انت مجنون دينا 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 ساره كده كتير قوي يلا بقى سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له انا عارف مين وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه؟ ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ قادر اهو اهلا وسهلا يا مروان اسمع انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي وانت منحاش من مصر لان عندك قضية نصب اسمع ترجع الاثنين مليون يورو مالوتي ولا خليك جدة هام دهنيه؟ اهدى بس يا شيخ جاسم وخي انت الثانية اهدى اهدى بس يا شيخ اهدى جاسم. اهدى حرام عليك كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه اسمع انت فاكرني انا اهبل ولا برياله اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب مثل ما قلت لك تدفع لي فلوسي ال 2 مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك اهدى بس اهدى وتعالى اقعد اهدى وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده بس اعمل ايه المكان كله مليان كاميرات يعني اي حاجه انت هتعملها توصل للامن على طول اهدى بس اهدى اهدى وتعالى اقعد تعالى اقعد ما تفهمنيش انت بتسوي يا علمني تعال اقعد وانا هعلمك تعال اقعد يا نجوان اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم اعمل لنا كاسين بسرعه خلي الشيخ جاسم يروق تعال بس تعال انا عينيا للشيخ جاسم طبعا بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجاره بس بس يا نجوان لا 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 ما تقوليش كده مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص طيب ما تفهمني فهمني يا فلتة زمانك مقبولة منك يا شيخ جاسم عارف تجارة الأفكار دي أنجح تجارة على مستوى العالم ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص وبعدين؟ فهمني مو فاهم شيء أنا هفهمك بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن وقول إنا لله وإنا إليه راجعون واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها آمين آمين نور الدنيا كلها يا شيخ كاسك
شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا شط واحد شط واحد. ها؟ بالهنا. الله يهنيك، تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان كستاني بسرعة. شكرا. أنا عارف إنك مستغربة المكان هنا شوية. يعني أكيد عشت برا مصر ومش واخدة على الأماكن هنا. بس صدقيني المكان هنا لطيف قوي، أنا باجي كتير أنا واحد صاحبي. لا المكان فعلا لطيف، حلو قوي. بقول لك إيه؟ أنا مش عايزك تتوتري من وجودي، يعني اعتبريني يا ستي مش موجود خالص. أقوم أقعد على ترابيزة تانية ولا إيه؟ لا لا إزاي؟ لا لا مفيش حاجة خلاص. يخرب بيتك، يا ريتني جبت سيرة مليون جنيه، ده أنا لسه ما خلصتش الجملة. حبيبي أنا قلت أطمن عليك، عامل إيه مع المزة البلدي بتاعتك؟ بتحترم نفسك بقى، وبعدين مش وقتك، اقفل يلا دلوقتي. مش وقتي إيه؟ أنا بتاع كل الأوقات. أنا جنبك أساساً وداخل عليك، اطلب لي أكل معاك. ما تستعبطش، مفيش الكلام ده. وحياة أمي جاي لك، سلام. معلش يا ستي واحد صاحبي مجنون شوية. المهم، أنت عاملة إيه؟ كويسة أوي كويسة. طب قولي لي بقى، تحبي أكلمك أنا عن نفسي ولا تكلمين أنت عن نفسك؟ لا ابتدي أنت الأول، سامعك. أنا اسمي علاء عبد الحميد وبشتغل ضابط مباحث. لو سألتيني إيه أكتر مهنة بتكرهها في الدنيا هقولك هي شغلانة المباحث. إزاي يعني؟ والدي كان لواء شرطة متقاعد، كان مرشح يبقى وزير داخلية، وكان وقته كله للشغل. وطبعا بقى بقيت السيناريو أنت عارفاه، أجبرني إن أنا أدخل كلية الشرطة. ولما لقيت نفسي دخلتها قلت خلاص ما بديهاش، نشتغل بقى ما دام دخلنا. لو عايزه ترد رد. لا لا مش مشكله، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي وانا ما اعرفش ابقى في حاجه وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي معلش، بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوائز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط.